يا بنتي اكلوا ايه وانا عبيط؟ امال ده ده اسمه ايه؟ لا انا بسيطر عليه عشان ما يهطلش على البطريق. احمد ما تاكلش ده عشان ده راكور. لا ده فانيليا على فكره. فانيليا ايه؟ وموز هو ملوش طعم. احمد بص عارف ايه ده اعلان مهم ده دور كبير مش افتتاح مول او عيد ميلاد او الحاجات اللي انت متعود عليها دي. لا ساره انت كده جرحتيني في الماضي بتاعي. مفيش حاجه اسمها دور كبير ودور صغير. في حاجه اسمها بطريق كبير او بطريق صغير. معلش ممكن الحكم دي بس ما تقولهاش قدام الكلاينت. حاضر. خليك بطريق جميل. لا. جمول. لا ساره بطروق. انت بطروق. ما تكسفنيش الايس كريم هيسيح. انت بطروق بجد. انت اعلان ليه كده؟ ما تجملي قلبك. هو انا اول مره اعمل اعلان. ايوه اول مره تعمل اعلان. ايه ده يا نهار اسود؟ ده انا اول مره اعمل اعلان. طب ده انا كده هتوطل والايس كريم هيسيح. فين البطريق؟ انا جاي اهو. حاضر يا استاذ. ايوه عشان نجهز. معلش يا استاذ اصل انا دقت حته من الايس كريم ما شاء الله طعمه خطير. رحت في حته تانية خالص. اعلى مبيعات ان شاء الله. اعلى مبيعات. الف مبروك يا جماعه. جاهزين للتصوير يا جماعه؟ يلا بينا. ايس كريم اوسكار اول مره. اكشن. انا البطريق العريق. هو انا قاعد في القطب الشمالي لوحدي حران. مفيش حاجه بتحسسني باللي انت عايش الا ايس كريم اوسكار بالموز. ستوب. هايل. شكرا يا فندم. ميرسي قوي. لا لحظة بس أنا عندي مشكلة بس. طبعا يا فندم. يعني أنا قاعد أشوف الحوار أنا البطريق وحران وقطب الشمالي ما يصلح يا جماعة. أنتوا عارفين القطب الشمالي برد صح؟ معلش يا فندم ما هو يعني حضرتك هي تمشي أصل في احتباس حراري في القطب الشمالي وأنا عندي صوف حراري وفيبر حراري تمشي يعني. بس اسكت أنت. معاك حق يا فندم. بص يا أحمد هنقول أنا البطريق العريق وأنا قاعد في القطب الشمالي مفيش حاجة بتنعشني غير ايس كريم اوسكار بالموز. اتفقنا؟ بلاش حران دي. حاضر يا استاذ. يلا دور. رولين. انا البطريق العريق وانا قاعد في القطب الشمالي لوحدي مش حران ولا اي حاجه مفيش حاجه بتنعشني في الدنيا غير ايس كريم اوسكار بالموز. ستوب. هاي ميرسي يا فندم. معلش بس معلش في مشكله ثانيه. يعني انا وانا اتفرج عليه يعني حسيت ابغى احساس البطريق يعطيني انه منتعش. ابغى انتعاش يعني مثلا لو تزودين في الحوار انه يتسبح. ما حضرتك انا مش عارف اسبح بس انا نفسي والله لكن هي الزعنفه جايه لي سكت. لا يا اخي فهمني غلط. هذا لا مو يتسبح يعني شو تسمونها عندكم انتم؟ طيب شاورينج. يتسبحم يستحم. ايوه يستحم يتسبح. هذا احنا نقول يتسبح. يتسبحم. ايوه تمام يا احمد. ماشي حاضر. ثاني اكشن. انا البطريق العريق وقاعد في القطب الشمالي مش حران ولا اي حاجه ونظرا لان الظروف صعبه فانا مش هتسبح ومفيش حاجه بتسبب لي انتعاش الا ايس كريم اوسكار بالموز. ستوب. هايل. لحظه بس معلش يا جماعه احس بعراقه شوي يعني تعرف منتجنا لازم يصير عريق. يا فندم انا في منتهى العراقه على فكره. انا لو قلعت البدله دي هتلاقيني بشر عراقه من جوه على فكره. لا يا اخي لا شلون فاهم ده. لا يا اخي يعني عراقه يعني شو نبي اصاله. لا ما هم لو كان ينفع يجيبوا اصاله ما كانش جابوني. ده اصل هنا بيلموا الليله لان الانتاج في ظروف ولا ايه. احس يبغى له شوي يعني يشد اكثر. شد تسوي ايه؟ شد يا احمد. انا البطريق العريق وقاعد في القطب الشمالي لوحدي مش حران ولا اي حاجه لان القطب الشمالي ساقع لان مفيش احتباس حراري ولا صوف حراري وبما ان ظروف الانتاج مش هتخليني اعرف اتسبح ولا نجيب اصاله ولا اتسبح علشان الزعنفه عامله كده فمفيش اي حاجه بتنعشني في الدنيا الا ايس كريم اوسكار بالموز. طيب ناخذ نجرب واحده ثانيه. ايس كريم اوسكار 12 مره. تاني هنعيد تاني. انا معاك سعيد. طب انا كان عندي اقتراح كده. بالموز. لا يا ابني وحش ده. اوسكار 17 مره. 21 مره. اسرع شوي. انا البطريق العريق ابطا من كده. وابغى حركات اكثر يعني اعمل ايه؟ انا مش عارف. ابغى الجنحان يعني ممكن. 26 مره. في بطريق يطير يا مخرج. 39 مره. ليه كده؟ حضرتك ده بالموز لان هو في ميوعه كده سنه. الميوعه دي من عندي. اوكي عسل. 47 مره. طب حضرتك مفيش حته حاجه حادقه او مخللاه؟ ما تجننيش. من غير قله ادب. ايه يا ابني ده؟ اوكي لا خش من فوق. يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. اطلع وبعدين تتكلم. من وين جايبين هذا الممثل؟ خش بطريق على طول. اوكي حاضر. تاخد ال لا مو مشكله. انا البطريق العريق يخفيك. تاني. 51 مرة. 66 مرة. ستوب. 112 مرة.
اليوم باين من اوله. يا ابني انت بطريق افهم، لو نجيب على شيء عايش اور. انا البطريق العريق ولاني عارف القطب الشمالي لوحدي حران، ما فيش اي حاجه بتنعشني غير ايس كريم اوسكار بالفوم بال في واحد غير هذا؟ ما فيش اي حاجه بتنعشني في الدنيا غير يا فندم. ما هو حلو اهو، ما اعرفش حلو ده بقى. لا ما عجبني. ماشي انا البطريق العريق وما انا عارف القطب الشمالي لوحدي حران. هلا ابو ماجد مويه، بسم الله مويه. ايه هلا هلا والله هلا ابو ماجد، انت حاطني فعلان وانا طالع دوره محاسبه، امشي الامور اسلقها. سمي ابو ماجد يلا ولا يهمك. يلا سلام عليكم في بالله. يلا استاذ. بس في مشكله انا تذكرتها، وحتى هو يكلمني ابو ماجد المدير قال لي ان ما عندنا بطاريق. يعني ايه؟ لا 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 يا فندم، على فكره في بطاريق مواصفات خليجي اللي هي تكييفها ثلاجه دي. بعدين يعني احنا هنفكس الاعلان خالص ولا ايه؟ لا 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 نفكس ولا، الامور زينه. بس يعني لا احنا ممكن نستفيد من البطريق على فكره. احنا تعرف احنا لما نفتح فروع تعرف هذه الاكياس اللي قدام الفرع عرفتها؟ احنا نجيب البطريق جنبها يتصورون معاها الاولاد. سبحان الله. شوف يا فندم والله العظيم صدق حضرتك ابن حلال، انا اصلا ما بحبش الاعلانات، انا بتيجي بقلب والله العظيم. انا اصلا تخصص اعياد ميلاد ومولات.